بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. وحشتونا اسبوعين كانت مده غيابنا عنكم، ولكن الحقيقه اسبوعين كنا بنتابع فيهم اجمل يعني اجمل حدث حصل لنا يمكن السنه دي، وهو طبعا فوزنا بالمركز الثالث في مونديال الانديه. مونديال الانديه الحقيقه النادي الاهلي عمل فيه اداء رائع ابهر العالم كله. الحقيقه احنا زي ما تعودنا دايما في الابطال بنحلل بنشوف الدروس المستفاده، ايه اللي خلانا نوصل لكده؟ حتى في اوقات الصعبه لما كانت بتمر علينا كنا برضو بنقول الدروس والحاجات المستفاده، وهو ده سر عظمه النادي الاهلي ان احنا دايما بنواجه مشاكلنا. خليني اقول لكم في الاول طبعا الف مليون مبروك، الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، مجلس ادارته، جماهيره، لاعبين، جهاز فني، جهاز طبي بهذا الانتصار العظيم. ثالث عالم للمره الثانيه النادي الاهلي بيسطر تاريخ للاجيال القادمه، تاريخ هيخلي كل الاجيال القادمه فخوره اكتر واكتر بالنادي الاهلي.